الثوره ما ماتت، عم نقدر نحاسب هيدي السلطه الفاسده، الدليل هالشيء نزلوا حكومتين، الدليل هالشيء عم يتخبطوا، مش عم يقدروا ياخذوا قرار ولا عم يقدروا، انكشفوا قدام المجتمع الدولي وانكشف فسادهم، هذا الشيء اللي كانوا مستهترين بالشعب اللبناني ومستهترين بالعمله اللبنانيه، بين هيدي الطبقه الفاسده كلها سوا، نحن اليوم ثورتنا مكمله يا صندوق الانتخابات. هيدا الشيء خلاني اكتسب اكثر قوه لمواجهه الحياه، لانه بالاجمال، ولا يكون عندي اصرار لاوصل لهدف معين، واصرار لحتى انه اتجرأ احلم ببلد فعلا بحلم بعيش فيه يعني. الرينك صار اسمه من هلا ورايح جسر 17 تشرين. وإن شاء الله الثورة هتكون مستمرة. شكرا. تحية لكم سائلة وسائلة، تحية حب. يعطيكم العافية. في كثير مجموعات ما قدرنا نسجل لهم أساميهم، في كثير مجموعات. خلوا بيتهم يعبدون مش يعبدوا صورهم. صرنا نغار من العالم لأن